بالديمقراطية، ما كنا لنحاصر بهذه الفيالة الأمنية. احنا هاد الشيء ديال المسيرة اللي نضمنا مسيرة احتجاجية على الأوضاع الاجتماعية اللي تتعيشها الطبقة العاملة. في هاد الشيء ديال الغلاء، الأسعار، الزيادة في المحروقات، وكذلك احتجاج على الحكومة لعدم تنفيذ التزاماتها الاتفاق اللي كان في 30 أبريل 2022، وخاصة تحسين الدخل وتخفيض الأسطر الضريبية اللي كنا اتفقنا معهم على أنه الحكومة غادة تعمل على تنفيذ هذا المقترح. كان كذلك مأسسة الحوار الاجتماعي. هذه القضايا هي التي جعلتنا أننا نتوجه أننا ندير هذه الوقفة الاحتجاجية لتنبيه المسؤولين إلى الأوضاع. الأوضاع اليوم اللي ما بقاتش قبل التأجيل، لأن المغاربة كلهم خرجوا تستنكروا هاد. درنا التصريح ديال المسيرة، لكن للأسف أن وزارة الداخلية أو الحكومة منعتنا من هاد الحق الدستوري اللي خصنا نمارسوه. منعتنا لأنها الحكومة اليوم تخاف، خايفة من كل هذه الانتقادات اللي كتوجه لها، وخايفة لأنها ما نجزاتش المهام اللي خصها تنجز، اللي كان خصها تنجز تلك المهام اللي خصها تنجز، وهي هذاك البرنامج الحكومي اللي تقدمت به. للأسف وكل المشاريع اللي الدولة هيئتها كلها راها اليوم جامدة واقفة، لما حتى هي فشلات. هذاك المخطط الأخضر وقيس على ذلك، كذلك هذاك البرنامج التنموي أو ما عرفتش فيه يقولوا لي، كل هذه الأشياء هي فشلات. وإلى أين غادي المغرب؟ فين غادي يمشي المغرب؟ إلى أين يسير المغرب؟ هذا السؤال طرحته الكونفدرالية في المؤتمر الثاني ديالها. قالت فين غادي يمشي المغرب؟ وهل هناك من ساسة اللي غادي يغيروا هذا الوضع ديال البلاد؟ لكن للأسف احنا نديروا الدور ديالنا، والمجتمع كيخصو يكمل هذا الإجراء. الكونفدرالية اليوم دارت هذه الوقفة، وغدا غدير مسيرة وطنية، والناس على البرنامج ديالها، وغادي نديروا إضراب عام في الوظيفة العمومية، وحنا غاديين لأنه مبادئنا اللي تأسسنا من أجلها ما يمكنش نأجلوها أو ما يمكنش نتخلاو عليها. لذلك كانت هذه المسيرة، وهانتم رأيتم رجال الأمن اللي جاءوا بكثافة للإجاز على هذه المسيرة باش ما تمشيش. هو ما يتنافى الحقوق والقيم الكونية ديال الاحترام، حقوق الإنسان وغيرها. للأسف أننا باقين احنا متخلفين على الركب، رغم أنه المسافة اللي احنا غادي نقاطعها الدول احنا باقين مخلفين بشكل كبير، وباقي سلاحنا هو سلاح الأمن والإرهاب والترهيب.